عامل ايه يا شيخ خباب؟ الحمد لله خير يا ابني، ما تبسطنا معاك. هو باين اني مبسوط قوي يا ابويا؟ قوي. اصل الرجاله النهارده قرروا ان هم هيعلمونا التدريب على السيف، هيعلمونا ندافع عن نفسنا، نهاجم، ندافع، نقابل عدو ونكسبه. ارجوك يا ابويا ما تحرمنيش من التدريب بتاع النهارده. لا لا مش همنعك، روح يا ابني واعمل اللي انت عايزه. ربنا يخليك ليا يا رب يا شيخ خباب، يا رب يا رب يا شيخ خباب يخليك ليا يا رب. من دلوقتي الكل لازم يتعلم ماسك السيف والرمح، واللي هعلمكم ده ان شاء الله رعد، وفي مجموعه تانية هتتعلم ماسك القوس، والمجموعه دي هتكون مع صقر. ودلوقتي انا ورعد هندخل مع بعض في مبارزه، وعايزكم تركزوا فيها كويس جدا.